هي الأرض التي ولد فيها بعض أنبياء ورسل الله موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام وغيرهم. هي الأرض التي عاش ومر بها بعض أنبياء ورسل الله إبراهيم الخليل وإدريس ويعقوب ويوسف وعيسى عليهم السلام وغيرهم. هي الأرض التي كلم الله بها عبده ورسوله موسى عليه السلام. هي الأرض التي ذكرت في القرآن الكريم تصريحاً وتلميحاً في 28 موقعاً. هي الأرض التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأهلها خيراً، فإن لها ذمة ورحمة. هي الأرض التي تنتسب إليها أمهاتنا هاجر وزليخة وماريا القبطية. هي الأرض التي منها سيدة من سيدات أهل الجنة آسيا بنت مزاحم. هي الأرض التي عاش فيها كبار الصحابة وكبار العلماء، ومات فيها آلاف الصحابة والصالحين. هي خزانة الأرض وخيرها يعم الجميع. هي أرض الأقباط والمسلمين والأرض المباركة. هي مصر أرض الصالحين. هو السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي. ولد يوم السبت النصف من المحرم سنة 84 و600 بقلعة الجبل من مصر. فلما قتل أخوه الملك الأشرف صلاح الدين خليل بالقرب من تروجة، وقع التنافس بين أمراء المماليك على الوصول إلى العرش، وقتل في هذه الفتنة الأمير بيدرة الذي أراد أن يتربع على العرش. ولما لم يكن بين هؤلاء الأمراء المتنافسين من يتمتع بشخصية قوية، لذلك استقر رأيهم على اختيار محمد سلطانا عليهم، وكان كل منهم يضمر في نفسه اغتصاب الملك من الملك الصغير عند سنوح الفرصة. أهلا بكم في أوج قوة دولة المماليك البحرية وفي رحاب السلطان الناصر محمد بن قلاوون. أهلا بكم في نقطة مضيئة وممتعة من أرض الصالحين. السلطان الناصر محمد بن قلاوون هو ابن السلطان قلاوون وتولى بعد أخيه الأشرف خليل. الناصر محمد بن قلاوون لابد أن يعرف كل مصر تاريخ هذا الرجل، لأنه حكم مصر أقرب من أكثر من 50 عاما على 3 مراحل مختلفة. كانت بداية حكمه وكان عنده 9 سنوات، فخلع مرة ثم مرة أخرى وعاد حكم مصر على 3 فترات متباعدة. المرة الأولى كان عنده 7 سنين، فتولى أمره في هذه الفترة سنة 693 أحد قادة الأمراء في هذه الفترة ويسمى كتبغة، واستمر أقل من سنة. ثم خلال عزله تولى السلطنة 2 من كبار الأمراء المماليك اللي هو كتبغة أو كتبغة وحسام الدين لاجيك، واستمر فترة من أيضا مضطربة في حكم مصر، وكلاهما لم يستطع أن يسيس الأمور بشكل كفء مع الأمراء المماليك، فخلعوا الآخر بعد عدد من السنين وأعادوا الناصر محمد بن قلاوون للمرة الثانية، وكان عمره في المرة الثانية 14 عاما. ثم في المرة الثالثة اللي هي كانت أطول فترات حكم الناصر محمد، كانت من 709 ل741، والفترة دي تعتبر طبعا أزهى فترات العصر المملوكي. الناصر محمد قام فيها بالعديد من الإنشاءات المعمارية،
أشهرها طبعا مدرسته في شارع المعز اللي هي ملحقة بقبة والده السلطان قلاوون. ورث الناصر عن أبيه صفات الحزم والعزم والشهامة والفروسية والإقدام، فقد كان لا يميل إلى سفك الدماء، محباً لجمع المال، مهتماً بالمشروعات الحيوية كالمدارس والمساجد والمستشفيات والملاجئ، كما نشأ محباً للغزو والفتح. تمكن من القضاء على الذين اغتصبوا عرشه وعلى الذين أقاموا الفتن وأثاروا الدسائس حوله، وقد استمرت هذه الفتن نحو 32 سنة. في عهد الناصر ارتفعت مكانة مصر في العالم الخارجي، وسعت البلاد الإسلامية والمسيحية على السواء لخضب ودها، وأصبحت القاهرة قبلة للمتوددين والزوار من شتى الأرجاء. وخطب باسم الناصر على منابر بغداد التي كانت في حوزة مغول فارس، ونقش اسمه على نقودها، وكثر وصول السفارات إلى مصر من ملوك أوروبا والعالم المسيحي. ومن اللطيف أن نقول أن في المرحلة الثالثة عندما قرر ناصر الدين قلاوون أنه يعتزل الحكم ويترك بيبرس للحكم، أن بيبرس هذا اعتقل أحد أئمة المسلمين وهو الإمام ابن تيمية، تقي الدين ابن تيمية. ولكن عندما عاد للمرة الثالثة ناصر قلاوون أفرج عن ابن تيمية، واشترك ابن تيمية بعد ذلك في حروب قام بها الناصر محمد بن قلاوون في مواجهة قوات التتار وقوات الصليبية التي أتت لمهاجمة الشام. شهدت فترة حكم السلطان الناصر والتي استمرت نحو 32 سنة ازدهاراً كبيراً في مختلف النواحي، وكانت من أزهى الفترات في تاريخ الدولة المملوكية، فقد تمتعت مصر خلالها برخاء واستقرار كبيرين فضلاً عن اتساع النفوذ الخارجي لسلطان مصر. مدرسة الناصر محمد ابن قلاوون، هذه المدرسة العظيمة التي تقع ما بين مدرسة المنصور قلاوون أو مجموعة سلطان قلاوون وخنقات السلطان برقوق الأثري. يقال إن العادل كتبها هو أول من أنشأ هذه المدرسة، وكلام ده 695. ثم بعد خلعه من الحكم اشتراها الناصر محمد وأعاد بنائها مرة أخرى، وألحق بها قبة ومدرسة، ونقل رفات والدته إلى هذه القبة، ودفن فيها ابنه اللي مسمى النوك اللي هو توفى في عهد والده. بنيت مدرسة الناصر بن قلاوون بجوار مجمع السلطان قلاوون في حي بين القصرين بالقاهرة، وهي واحدة من 3 مدارس بنيت في القاهرة لتدريس قانون الشريعة الإسلامية على المذاهب الفقهية الأربعة، وهي أقدم مدرسة باقية من طراز الفناء والمحورين المتعامدين ذات الأربعة إيوانات. كان كتبغا قد بدأ في إنشاء مدرسته ومسجده في شارع المعز الآن بجوار مجموعة قلاوون وما بني بعد ذلك من مدرسة الظاهر برقوق. هذه المدرسة بجوار القبة المنصورية من شرقها كان موضعها حماماً، فأمر السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري بإنشاء مدرسة موضعها، فابتدأ في عملها ووضع أساسها. في هذا المكان بدأ كتبغا بناءه، ولكنه وقف عند منطقة التذهيب وهي التي يكتب فيها صاحب البناء. هذه المدرسة من أجمل مباني القاهرة، وبابها من أعجب ما عملته أيدي بني آدم، فإنه قطعة واحدة من الرخام الأبيض البديع الفائق الصناعة،
ونقل إلى القاهرة من مدينة عكا، وذلك أن الأمير الأشرف خليل بن قلاوون لما فتح عكا كلف الأمير علم الدين سنجر الشجاعي بحمل هذا الباب ونقله إلى القاهرة ووضعه موضعه الحالي. هذا المكان في بدايته كان يتبع عبد الرحمن كدبوغة، اتبنى سنة 695 هجرياً، لكن جاء بعدها بعد هذا الأوان جاء السلطان العادل ابن السلطان قلاوون، كان في معركة في عكا وانتصر، فجاب وجهة. الوجهة دي جابها لسببين، أولاً حبه لأبوه، والسبب الثاني إن هو يثبت انتصاره، ولكن توفى السلطان العادل وجه من بعده أخوه الناصر محمد، ووضع المدرسة أو الوجهة اللي جابها السلطان خليل من كنيسة في عكا بعد ما كانت محتفظين بها في إحدى الدور في شارع المعز، جابها من الدور وبدأ إن هو يعيد تركيبها مرة أخرى. فيها بعض الزخارف القبطية من الأعمدة التي ترمز إلى اليوناني الروماني وبعض الوجهات، وفيها أعلاها كمان كلمة الله محبة أعلى هذه الوجهة. مع إشراقة كل صباح كان يصرف على عمارة المساجد والمدارس في عهد الناصر 20,000 درهم، وفي عهده أيضاً استحدث ديواناً للعمائر، أي وزارة كانت تجمع أفضل المهندسين وأمهر البنايين، وكان يقيم المسابقات بين الآئمة والمؤذنين لاختيار أفضلهم. طبعا الناصر محمد إنشاءاته لم تقتصر على هذه المدرسة، ولكنه طبعا له كما هو معروف إنشاءات كثيرة في قلعة الجبل. يميز هذا المسجد محراب القبلة، آخر محراب اتعمل بالجبس في مصر كلها كان هذا المحراب. والناصر محمد أثناء فترة حكمه اتسجن 3 مرات، فعمل المحراب على شكل المملكة بتاعته، إن هو يشبه عش الدبابير، الشكل القصي اللي اتعمل بيه شكل متشعب فيشبه عش الدبابير. بعد كده أعلى هذا الشكل الهندسي زجاج خشبي يوجد فيه نخلتين أو شجرتين، ده إن هي دولته دولة رخاء. والفنان كمان لو مسكنا الشجرتين دول بالعكس هنلاقيهم على شكل ميزان، فهو قال إن دولته دولة رخاء ودولة عدل. تتكون قاعدة المئذنة التي تعلو المدخل الرئيس من مربع يبلغ طول ضلعه 4 أمتار و74 سنتيمتراً، وارتفاعه 11 متراً و74 سنتيمتراً، ويعلو المربع طابق مثمن الشكل. أما الطابق الثالث فيتكون من مثمن دائري بعض الشيء يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، وتحتوي أضلاع الطابق الأول المربع على زخارف نباتية جصية. أكمل هذا البناء الناصر محمد، وكانت المفاجأة إن هو عمل مأذنة من أجمل المآذن الإسلامية في مصر، المأذنة الكروشيه بيتقال عليها كده بعض الأثريين، لأن هو لما بنى المأذنة فغطاها بالجبس من الخارج بشكل الكروشيه، فأطلق عليها المأذنة الكروشيه، وهي من أجمل المآذن الإسلامية في مصر. يقول المقريزي عن مشاهداته الشخصية لهذه المدرسة فيقول: أدركت هذه المدرسة تحتوي على خزانة كتب جليلة، وهي محترمة للغاية، يجلس بدهليزها عدة من الطواشية ولا يمكن أن يدخلها غريب، وكان يوزع على الطلبة والقراء وسائر أرباب الوظائف بها السكر كل شهر، وتفرق عليهم كذلك اللحوم من الأضاحي. في العام 720 للهجرة لحق الناصر محمد بن قلاوون بمحمل كسوة الكعبة، ودخل مكة بتواضع وذلة، ولما دخل الحرم كنس مكان الطواف ومسحه بيده، ورفض أن يطوف راكباً قائلاً: ومن أنا حتى أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا طفت إلا كما يطوف الناس. وأمر الحجاب بألا يمنع الناس من الطواف معه. أيضاً أنه كان شديد الأدب، فهو لا يفحش في القول أبداً،
حتى لو كانت هناك خصومة شديدة. وعندما حج رفض أن يكون حجه أو طوافه أو سعيه منفرداً بحراسته التي كان يتعود المماليك عليها، بل كان أمر الحراس أن يتجنبوه تماماً وأن يكون مثل عامة الناس. وعندما دخل إلى مدينة رسول الله فعل فعل الإمام مالك، فرفض أن ينتعل نعلاً في مدينة تحوي جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذه الأفعال ولأدبه ولقدرته على أن يلجم غضبه فلا يقوم بمظالم ضد من يغيظه أو يسيء إليه، جعله له منزلة عند الأمراء وعند العامة. كتب التاريخ وعلى غير العادة تكاد تجمع على مكانة الناصر، فكان أطول ملوك زمانه عمرا وأعظمهم مهابة، كان محبا للعدل والعمارة، طالت مدته وشاع ذكره وطال صيته في الآفاق وهابته الأسود وخطب له في بلاد بعيدة. يقول المؤرخون عن الناصر إنه كان من أعظم ملوك الأتراك، ومن دانت له الأقدار ودارت بسعوده الأفلاك، لم يرى الناس مثل أيامه ولا أسعد من حركاته في رحيله ومقامه. تجرع في مبادئ أمره كؤوس الصبر، وتجلد إلى أنوار أعاديه القبر. Yeah.